طيب اهلا بيكم اولا، دي اول حاجه اظن انه مهم جدا ان احنا يعني نترحم على من انتقل الى الرفيق الاعلى في حادث قطار اليوب رحمه الله، وربنا يا رب يرحم الجميع ويسكن الجميع فسيح جناته. اما بخصوص المصابين فاحنا بنتمنى باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل بشفائهم وعودتهم الى بيوتهم بالف صحه وسلامه. في هذا الصدد النائب العام بدأ التحقيق فورا، ازاي؟ لانه أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، وده للتحقيق في وقعة اصطدام قطار اليوب. هتتولى النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق. طيب، أما عن الحادث فهو كالآتي كيفما ورد. محطة قطر اليوب شهدت هذا الحادث، ألا وهو خروج هذا القطار عن مساره، طلع بره القضبان، ده نتج عنه وقوع وفيات ومصابين. في الحالة اللي زي كده ارجع على طول لوزارة الصحة. طيب أولا وزارة الصحة عملت إيه؟ وزارة الصحة دفعت فورا بعشرين عربية إسعاف لموقع حادث قطر اليوب، واللي حصل يمكن من شوية زي ما حضراتكم طبعا عارفين وتابعته. أما المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار فقال إن الحصيلة المبدئية للإصابة تشير إلى وجود حالة وفاة واحدة، نتمنى أنها لا تزيد عدد الوفيات عن ذلك، بالإضافة لإصابة 16 مواطن ربنا يتم شفائهم جميعا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة الصحية في موقع الحادث وغادروا قسم الطوارئ، وفي 3 غادروا قسم الطوارئ في مستشفى اليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية هناك، يبقى كده 6 لأنه تم تحسن الحالة الصحية. أما 10 المتبقين فهم بيتلقوا الخدمات الصحية في نفس ذات المستشفى، وأغلب الإصابات بحمد الله غير مهددة للحياة، كل التمنيات بالشفاء العاجل ليهم وعودتهم إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى. متحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال إنه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بيقول إنه إحنا لن نتوانى عن تقديم كافة أنواع الرعاية الطبية اللازمة للمصابين طبقا للحالات الموجودة، وطبعا ده مهم ولا تعليق على ذلك ولا مزايدة. خلونا كلنا أولا نترحم على من لاقى وجه ربه، ده أولا نتمنى له أنه ربنا سبحانه وتعالى يسكنه فسيح جناته. 2 أنه 10 مصابين اللي لازالوا في مستشفى هم كمان يروحوا البيت بألف صحة وسلامة، ونحن في انتظار بيانات النيابة العامة فقط لا غير. أرجوكم 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 بلاش هري على فيسبوك عمال على بطال، بلاش نشير حاجة احنا مش عارفينها، بلاش مش عارف نعمل لايك على حاجة مش فاهمينها إلى آخره. يا جماعة دي حياة ناس وصحة ناس، أي خطوة غلط بتتعمل بتوتر عيلة بالكامل. فبعد إذنكم خلونا نشوف البيانات الرسمية بتقول إيه ونتعامل على هذا الأساس. أستأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب تعالوا ندخل بقى ايه على الحاجات الكبيرة والحلوة والمهمة. الرئيس مهتم بالصناعة ولا مش مهتم بالصناعة؟ ده سؤال وتحطه قدامه علامة استفهام، ده حقك كمواطن، علشان لما حد تاني يجي يقولك لا مش مهتم او مهتم تبقى انت عارف انت بتقول ايه. ومعنى الاهتمام بالصناعة هو فكرة تنمية قطاع الصناعة المصرية كواحد من أهم الروافد الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق اقتصاديا. الزراعة مهمة جدا اقتصاديا، بس احنا نظرتنا للزراعة هي نظرة الأمن الغذائي، أي أمن قومي مصري محض، وعشان كده اتكلمنا امبارح على مسألة الزراعة. طيب ومسألة الصناعة عم يوسف ليه تراها أنها أهم رافد اقتصادي في مصر؟ بمنتهى البساطة لأنه انت جزء من المدخلات الدولارية المهمة بالنسبة لك انك انت تزود الصادرات وتقلل الواردات، صح ولا انا غلطان؟
كلام لا خلاف عليه. طيب طول ما أنا ميزان التجاري بتاعي لسه فيه خلل، في فجوة، يعني طول ما أنا بستورد أكتر ما بصدر يبقى أنا كده عندي خلل. أنا بصدر بمبلغ وبستورد بمبلغ أكبر. الفجوة دي أو الفرق ده نفسي إن احنا نقفله. طيب يتقفل إزاي؟ صناعة، ده بمنتهى البساطة. غير بقى والله انت بيجي لك دولارات من المصريين بالخارج اللي ما حدش هيقتطع من فلوسهم حاجة، بلاش كلام فاضي، وهنتكلم في الحتة دي بعدين. دي نقطة. النقطة التانية هي السياحة. النقطة التالتة هي قناة السويس. النقطة زي ما كنت بقولك مسألة الصناعة. طيب الى اي مدى يبقى اذا يجي السؤال، وهل الرئيس مهتم بالصناعة؟ طبعا مهتم بالصناعة، بدليل ان احنا في عندنا طول الوقت عمل دون هوادة دون توقف على مسألة تنمية قطاع الصناعة المصرية. ومش بس مجرد تنمية، لكن كما سبق وقال المذيع اللي قاعد بيتكلم مرتين تحديدا، توطين الصناعة. الرئيس مهتم بمسألة توطين الصناعة وليس فقط التصنيع في معناه السطحي أو الخارجي، لأنه أنت لما بتجمع عربية فأنت بتصنع، لكن لما بتوطن التصنيع يبقى أنت عندك المكنة اللي بيصنع، المكنة اللي بتصنع الشاسيه، المكنة اللي بتصنع بلوك الموتور إلى آخره. وده اللي الرئيس عايزه، مش بس في صناعة السيارات، لكن في صناعات كثيرة، منها السيارات ومنها النقل التقيل ومنها القطورات ومنها ماكينات عملاقة ومنها طرمبات المية و و و و و. ليه؟ علشان خاطر أنا عايز أسد هذه الفجوة الاستيرادية، أبقى عندي مصانع كبيرة عملاقة قادرة على سد فجوة الاستيراد. يعني إيه؟ يعني تقدر توفي الاحتياج المحلي. بس كده؟ لأ، أنا عايز أصدر كمان. طيب اتنين جوه نفس قطاع الصناعة. طب وصناعات استراتيجية شديدة الأهمية لمصر فيها تاريخ وباع طويل على سبيل المثال. طبعا أنا مش هقعد لسه هكلمك كمان على المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والمناطق الصناعية اللي موجودة فيها. لازم هاخدك على مسألة الغزل والنسيج واللي سبق أن أنا اتكلمت فيها أظن كنا أول امبارح، وقلت لك يا جماعة هو أنتوا عارفين الإنجاز العظيم اللي اتعمل في إحياء غزل المحلة ولا لأ؟ ده انت عملت مش إعادة إحياء، ده انت حولت مصنع مصانع الغزل والنسيج بتاعت المحلة لتتحول لأكبر قلعة صناعة غزل ونسيج في المنطقة بالكامل، بل وفي قارة إفريقيا، وواحدة من أكبر مجمعات الغزل والنسيج على مستوى العالم. يبقى الرئيس مهتم بالصناعة ولا لا؟ طب واللي يهتم بالصناعة بالتأكيد هو مهتم بمسألة الارتقاء الاقتصادي. طيب تعال واحدة واحدة نشوف النهاردة على سبيل المثال، ده أنا بقولك ده على سبيل المثال، اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. طب الاجتماع ده كان علشان ايه؟ الاجتماع كان بيشهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها. نحن تعودنا من فخامة الرئيس ان الرئيس بيشتغل على الحاجة اللي بتشتغل، بنتكلم على اللي بيشتغل، ما بنروحش نقص شريط الافتتاح ونضع حجر الاساس وما عندناش حاجة، احنا شغالين. وبالمناسبة هو مش بس غزل المحل، امال الروبيكي ده كان ايه؟ وغيره وغيره وغيره، وحدث ولا حرج، بل حدث بمنتهى الفخر. تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسجية في مصر. طيب ازاي يا فندم؟ الرئيس قال يا جماعة انا عايز هذا التحديث يتضمن كل مراحل الانتاج. يعني ايه يا فندم كل مراحل الانتاج؟ قال لنا والله بدءا من الزراعة، تجارة القطن، محالج و و و ووصول تطوير المحالج نفسها. يعني المحالج القديمة طب دي بقت ميكنة وآليات وتكنولوجيا قديمة، طور. مصانع الغزل والنسيج، طور. بالإضافة لإيه بقى؟ التنسيق ما بين وزارة الإسكان، وزارة قطاع الأعمال، علشان نقدر نعمل عملية استغلال أمثل لكافة الأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية. طب هنستغلها الاستغلال الأمثل، يعني إيه استغلال الاستغلال الأمثل؟ للصالح العام.
للصالح العام. الرئيس أكد خلال هذا الاجتماع ليراه العبد الضعيف إلى ربه والفقير إلى ربه إنه اجتماع عظيم، وهقول لك بعد شوية ليه عظيم. الرئيس وجه في الاجتماع ده للاستفادة المسلمة من الأصول المملوكة للدولة، خد بالك الاستفادة، حتى لا يؤول الكلام ويوضع في غير مواضعه، علشان نقدر نواكب التطورات العالمية الحديثة في مجال الصناعة، في مجالات التسويق، في الإدارة نفسها لهذه المنشآت. ده يحصل بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بحيث إن أنا أعظم قيمة الموارد الوطنية بتاعتنا في بلدنا، ونسهم بشكل إيجابي وفعال في دفع التنمية الشاملة. طب قل لنا يا عم يوسف، تطوير الصناعات النسجية مهم إلى أي مدى؟ مردوده الاقتصادي إلى أي مدى؟ خليني أخد معانا على التليفون بكل الترحيب الأستاذ الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا يوسف بيه، أهلا وسهلا بشادي. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم والله. هستأذنك واحدة واحدة وعلى مهلنا، وبسط لنا أهمية تطوير قطاع الصناعات النسجية في مصر للاقتصاد المصري. طيب هو بداية، هو ليه أصلا دلوقتي فرصة مناسبة لتطوير الصناعات النسجية؟ أيوة. يعني ليه الرئيس مهتم اهتمام شديد جدا دلوقتي؟ لأنه احنا عندنا فرصة عالمية، العالم كله بيتهيأ دلوقتي لهجرة صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصين إلى جهات أخرى. طب ليه؟ لأنه الحرب التجارية الأمريكية الصينية مخلية الولايات المتحدة الأمريكية عاوزة تقلل العجز التجاري بتاعها مع الصين، بحيث ان هو يتحول من عجز لفائض. الصين بدأت تقول طيب انا لو دلوقتي مضطر ان انا اقلل العجز التجاري، اخرج الصناعات كثيفة العمالة اللي بتاخد جزء كبير من العجز دوت، اللي يعني اللي صادراتها كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، اخرجها بره الصين بحيث ان العجز يقل تدريجيا، وركز الصناعات اللي هتروح للولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات عالية التكنولوجيا اللي أنا محتاجة أخليها عندي جوه. طب الصين هتستفيد إيه من كده؟ الصادرات الصينية للولايات المتحدة الأمريكية هتقل، وفي نفس الوقت الدولارات مش هتقل، لأنه المصانع الصينية هتخرج بره، وكده كده الدولارات الأمريكية هتدخل الصين عن طريق التحويلات بقى من المصانع دي إلى الصين. وبالتالي بقى في دلوقتي اتجاه واسع جدا لخروج عدد كبير جدا من المصانع الصينية من الصين إلى عدد من دول العالم. على راس القائمه اللي الجهات المفروض تروح ليها المصانع دي دوله زي مصر. في دول ثانيه، في دول ثانيه، في فيتنام، في ماليزيا، في لاوس، في اندونيسيا، ومعاهم مصر دلوقتي. يعني خلال الفتره اللي فاتت المصانع فعلا بدات تتجه الى فيتنام. احنا دلوقتي لو دخلنا في العمليه، لو طورنا مصانعنا، لو الحكومه الصينيه تظل العلاقات الجيده جدا ما بيننا وما بينهم، لو الحكومه الصينيه فعلا لقت انه في جديه مصريه في استقبال هذه المصانع، ويعني تطويرها والعمل على ان هي تاخد مساحه اكبر من السوق الامريكيه، هيبقى ده كويس جدا. خد بالك حضرتك، احنا عندنا فرصه كبيره جدا، احسن من فيتنام واحسن من لاوس واحسن من اندونيسيا، علشان احنا عندنا وسيله لدخول السوق الامريكيه بثمن مخفض او يعني بدون تعريفات عن طريق الكويت. وبالتالي بقى عندنا فرصه لجذب هذه المصانع. مش بس كده، ده كمان احنا الصينيين بيستهدفوا السوق الاوروبيه، احنا قريبين جدا من السوق الاوروبيه، وفي نفس الوقت كمان عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي. بالتالي المصانع الصينيه متحمسه للغايه للدخول في السوق المصري، وخصوصا في منطقه قناه السويس، منطقه صدر قناه السويس، علشان يبقوا قريبين للغايه، اولا من خطوط الملاحه العالميه، ثاني حاجه قريبين من منطقه الاستهلاك اللي مصر بتعملها، ثالث حاجه داخلين في يعني فرصه كبيره ان هم يصدروا للولايات المتحده الامريكيه او للصين، قصدي او لاوروبا، بارقام مخفضه تكاد تكون بصفر تعريفات جمركيه.
وبالتالي الفرصه المواجهه للغايه. اتفضل يا شيخ. لا انا معاك، بالعكس انا بعلق بقول لك عظيم جدا. اظن ممكن نضيف على ده جوده الماده الخام في الحاله دي زي زراعات القطن. لا انا لسه هقول لحضرتك بقى ده بالنسبه للسوق العالمي. طب بالنسبه للمميزات المصريه، حضرتك عارف ان احنا عندنا طول الوقت ميزه نسبيه مهمه جدا في موضوع زراعه القطن. احنا عندنا اول حاجه القطن بتاعنا هو القطن الاجود عالميا، وعلى فكره ده مش شعارات خالص، بالعكس يعني القطن بتاعنا هو الاجود عالميا على الاطلاق، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه ثمن القطن بتاعنا ده جوه مصر ارخص من ثمنه بره مصر، يعني حضرتك عارف ان احنا اكبر بلد منتجه للقطن طويل التيله في العالم، وهو القطن الاجود، لكن مش احنا اكتر حد بنستغله، اللي بيستغلوه هم الاصدقاء الهنود، يعني القطن بتاعنا بتصدر ليهم لان هم اللي بيعملوا الصناعات النازجيه الاجود. فاحنا دلوقتي لو الصينيين عاوزين يجوا يشتغلوا في مصر هيلاقوا مادة خام رخيصة، هيلاقوا عمال مدربين اشتغلوا لعشرات السنين صحيح. في مصانع موجودة، هيلاقوا كمان حضرتك كده قرب بشكل كبير جدا من أسواق الاستهلاك، وبالتالي دي فرصة فرضة نفسها، دي فرصة بتقول يا جماعة تعالوا خدوني. وعلشان كده الرئيس مهتم للغاية بتطوير الصناعة. وبقى حضرتك ان احنا كمان عندنا فرصتين مهمين جدا يعني نقدر نرد عليهم. احنا من اول لما الرئيس وصل في 2016 عمل حاجه اسمها برنامج تطوير صناعه الغاز والنفيق. البرنامج ده كانت تكلفته في وقتها في 2016 20 مليار جنيه، كان بيشمل اعاده هيكله قطاع الغاز والنفيق كله. كان عندنا حوالي 32 شركه اتحطوا، انا مش متذكر بس الرقم بالظبط يعني، بس تقريبا بقوا اتهيكلوا كلهم بقوا في 12 شركه. ال 12 شركه حصل لهم عمليات تطوير بحيث زي ما حضرتك قلت كده ان هم يكونوا بيمتلكوا العمليات الرئيسيه بتاعت الصناعه كلها. يعني ايه عمليات رئيسيه؟ يعني زي ما حضرتك قلت من اول لما يبقى من اول بذره القطن لغايه لما حضرتك تمسك القميص في ايدك. وبالتالي الفرصه عندنا سامحه للغايه، مش بس كده الرئيس كمان عاوز يوسع موضوع. يعني احنا كان عندنا مشروع مهم للغايه كان اسمه مدينه مانكاي. مدينه مانكاي دي المفروض ان هي كانت بتتعمل علشان تستقبل عدد كبير جدا من المصانع الصينيه. المشروع توقف ودلوقتي الدوله بتحاول ترجعه تاني، واعتقد ان هو هيرجع لانه الفرصه مواتيه للغايه دلوقتي، خاصه في ظل الضغوط الامريكيه المتزايده واللي رجعت تتجدد تاني على الصين. وبالتالي عندنا ظروف عالميه مواتيه، ظروف محليه مواتيه، اقتصاد متحمس للغايه عشان يرجع الصناعات النسبيه بتاعته، وعندنا اراده سياسيه بتدفع بشده بهذا الاتجاه. عندنا مشروع ناجح، الرئيس بيحاول يحط الاختام الاخير عليه علشان يبقى عندنا صناعه متكامله الاقيه. ده عظيم جدا. ده كده معناها انه لو وده اعتبر السؤال، انا كده معناها انه انا بصدد بدايه عمليه ناجحه في مساله احياء الصناعات النسجيه في مصر مره تانية واحياء العمليه التصديريه. صح، صحيح لاقصى درجه، لان زي ما انت حضرتك كده المنظومه كلها بتتكامل، مش بس كده خبر حضرتك كمان. احنا كمان يعني الفترات الاخيره شهدنا يعني من 2000 ومن 2000 من سنه يمكن 2002 2003 عدد مصانع الغزل والنسيج في مصر تراجع للغايه، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع يعني القطاع الخاص او القطاع الحكومي، وده بسبب المنافسه الكبيره جدا اللي جايه من المصانع الصينيه. اللي حصل دلوقتي ايه بقى؟ انه اللي كان بينافسك من بره بقى موجود جوه، يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني المنافس اللي كان عمال بيضغط عليا ده المنافس ده هيبقى مني، هيبقى انا. فبالتالي احنا المفروض نشوف انه السوق المصري اولا يعني يبدا يحصل فيه عمليات بعث جديد لعدد كبير من المصانع المحليه كمان، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يعني خد بالك حضرتك الهدوم او الملابس او الاتواب اللي كانت بتيجي من الصين دي كانت بتبقى مدعومه، وكان بيحصل عليها عمليات بتسمى عمليات اغراق. يعني ايه عمليات اغراق؟ يعني بتتباع في السوق المصريه ارخص من السوق الصينيه. وبالتالي ده بيكسر المنتج المحلي طبعا. المنافسه دي مصر قدرت توقفها في وقت من الاوقات صح. ودلوقتي لو في ظل التحول اللي بيحصل ده تكاد تكون هتنتهي، وبالتالي الاوقات كلها مواتيه، الظروف كلها مواتيه لبدء صناعه جديده. وبالتالي احنا المفروض يكون عندنا مشروع ناجح عشان الرئيس مهتم للغايه وعاوز يقفل المشروع كله، بحيث انه من اول زي ما حضرتك من اول ما يكون معانا بذره القطن لغايه لما نطلعها قميص تكون العمليه كلها تنطبق في مصر. طيب سؤال كمان يا دكتور بعد اذنك، البعض كان بيقول او من وجهه نظرهم انه يا جماعه الخطوه دي كده جت متاخر لانه خلاص البساط اتسحب وراح ناحيه بنجلاديش وفيتنام. السؤال، هل فعلا البساط اتسحب؟ هل فعلا فيتنام وبنجلاديش قادرة على توفية الاحتياج العالمي سواء إذا كان في أوروبا أو الولايات المتحدة؟ عاوز أقول لحضرتك بس إنه لا بنجلاديش لوحدها ولا فيتنام لوحدها ولا مصر معاهم ولا معاهم كمان الهند قادرين يحلوا محل الصين لوحدها.
واللي انا بقول لحضرتك عليه دوت انه عندنا خروج شامل، يعني خروج بشكل كبير جدا، هجره واسعه جدا من المصانع الصناعيه. هل احنا اتاخرنا؟ ايوه احنا اتاخرنا فعلا، بس ده بسبب الظروف اللي احنا كنا موجودين فيها. صح. احنا عندنا ظروف حرب، البلد كانت اصلا، يعني احنا كنا بنتكلم على ان دي بلد راحه مش راجعه، بلد ما كانش عندها مؤسسات دستوريه، بلد ما كانش عندها اقتصاد، بلد كان فيها سيوله امنيه غير طبيعيه. ما كنا بنتكلم على ان احنا اصلا ما عندناش مؤسسات حكم اساسا، ما كانش عندنا برلمان، ما كانش عندنا رئيس جمهوريه، بلد مش موجوده اساسا، شويه شعب على ارض ما فيش فيها مؤسسات. استعدنا الدوله، رجعنا تاني، خلصنا المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي، اللي هي المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. لو حضرتك رجعت في 2017 تاني وقلت لحد حط فيها طوبتين فوق بعض، هيقول لك انت بتهزر، دي منطقه حرب، احط فيها طوبتين فين؟ هي نفس المنطقه دلوقتي اللي الناس جايه وعاوزه تحط فيها، والصينيين بيتكلموا فيها دلوقتي على منطقه صناعيه كامله جواها، الروس بيعملوا منطقه صناعيه كامله جواها، البولنديين بيتكلموا على منطقه، الماليزيين بيتكلموا على منطقه. وبالتالي احنا كان عندنا اولويات. عمر ما اقول للمستثمر تعالى ابني والبلد اصلا مش موجوده، جيش بيحارب جوه ارضه فيها، طب خلصنا موضوع استعاده الدوله، البلد بقت واقفه على رجليها، بقينا نبص للاقتصاد. هل احنا متاخرين؟ او متاخرين، بس ما زالت الفرصه واسعه ومفتوحه الباب على مصراعيه، بحيث ان احنا ناخد حقنا منها. وكفايه كمان بقول لحضرتك ان مصر اصلا، يعني بقول لحضرتك لو اخذنا نصيبنا كله، لو بنينا المصانع الصينيه اخذنا منها كفايتنا كلها، برضه مش هنكون قادرين نوفي الطلب العالمي، مش بس في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا، لا الطلب العالمي بالكامل، لانه الصين بتهجر الصناعه دي وزي ما حضرتك بتخرج المصانع بتاعتها منها. وده عدد كبير جدا، انا بس مش متذكر الرقم بتاع الصادرات الصينيه، بس هو رقم ملياري، 300 حاجه زي 300 او 400 مليار دولار من صادرات الملابس الجاهزه، مش بتكلم على صناعه المنسوجات كلها، من الملابس الجاهزه، من 300، من حاجه زي 300 مليار دولار او حاجه زي كده، يعني رقم ضخم للغايه. لا فيتنام ولا بنجلاديش ولا 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 ماليزيا معاهم ولا الهند معاهم قادرين لوحدهم ياخدوا الرقم ده. طب هل نقدر دلوقتي بناء بقى على الجملة دي، هل نقدر دلوقتي مثلا نقول والله نحن قادرين على تصدير منسوجات بقيمة كذا من ال 300 أو ال 400 مليار دول؟ يعني قدرة مصر على سد جزء قد إيه تقريبا؟ ولا لسه ما اقدرش احدد؟ ان احنا عندنا لو نفترض مثلا ان هم 40 مليار مثلا، قلت 40 مليار، نفترض 40 مليار، انا عاوز اقول لحضرتك ان مصر صادراتها من الملابس الجاهزه 2 مليار. فانا بكلم حضرتك دلوقتي ان احنا لو ضعفنا الحصه في 5 مرات هيبقوا 10 مليار دولار، اللي هم 10% او يعني أقل. يعني قصدي 3%، انا اسف 3% من اجمالي الصادرات العالميه. شفت انا بقول لحضرتك الفرصه واسعه قد ايه؟ طبعا. لو ضربنا الرقم في 10 مرات، فبالتالي احنا بنتكلم على فرصه سامحه للغايه، ارقام سهل جدا تاخدها، ارقام سهل جدا تكبرها، وفي نفس الوقت هي ما تمثلش اصلا حصه من الصناعات العالميه. بحط كمان احنا عندنا سمعه جيده جدا في الصناعه، وفي الصناعه دي عندنا عدد كبير جدا من المنتجات العالميه. حضرتك اصلا بتشوف عدد كبير، لو حضرتك بتسافر في اي حته بتلاقي المنتجات المصريه موجوده في المتاجر العالميه مكتوب عليها صناعه في مصر. هي مش موجوده بالكميات الكافيه، لكن جودتها يعني تنافس اي جوده في العالم. وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي ان احنا الجوده دي هنعمل لها ريبليكيشن، هنزود عدد المصانع اللي بيشتغلوا، بالتالي احنا ناخد حصه اكبر. وما اعتقدش ان احنا هيكون عندنا يعني مشكله، لو في اراده سياسيه موجوده وهي موجوده، لو في ظرف عالمي مواتي هو مواتي. ومش بس كده، عندنا كمان ظروف داخليه في الصناعه موجوده، بالتالي احنا يعني عندنا فرصه كويسه جدا. انا بس عاوز انوه الحاجه كده يعني، وانا ماشي مع حضرتك على السريع من غير بس ما نستريس عليها، انه في ضغط، يعني مشكله كبيره جدا بين مصانع الملابس العالميه والمصدرين اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول. عندهم هم مشاكل كبيره جدا في زراعه القطن، بيزرعوا القطن بطرق يعني بيزرعوه بطرق زي الاستعباد كده، او بيزرعوه بطرق زي الصخره. فمصانع الملابس بتواجه ضغوط ضخمه جدا في بلادها علشان هذه الممارسات. مصر ما عندهاش الممارسات دي، وبالتالي صحيح. مصر كمان بلد اليف او بلد اخضر لزراعته وبلد اخضر لتصنيعه، وبالتالي انا عندي اتش عليهم، او عندي يعني عندي ميزه نسبيه، عندي ميزه نسبيه اعلى. انا بشكرك جدا 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 قوي خالص يا دكتور، نورت وشرفت. الى ان نلتقي بقى مره كده في البرنامج نقعد نتكلم حبتين. اشكرك دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه. تعال ناخدها واحده واحده علشان احاول قدر الامكان الخص لك اللي قاله الدكتور شادي. طيب،
الأول انطلاقا من حدوتة، أنا عندي ميزة نسبية للقطن المصري ولا لأ؟ هي اللي هيجي يقول لك لا ده كان زمان واصل ده تاريخ والايجيبشن كوتن وبيور ايجيبشن كوتن وده كان شعار قديم، لا هو مش شعار قديم. اسعدني الحظ مهنيا انه انا سافرت الولايات المتحده الامريكيه للتغطيه او تغطيه الاجتماع او اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده لاكثر من سنه، 5 أو 6 سنين. وهناك كان زمان بالمناسبة الرؤساء والزعماء والقادة بينزلوا في أوتيل ما، أنا ما لحقتوش. بعد كده بقوا بينزلوا في أوتيل تاني، ماشي؟ طيب. كل الملايات، كل أغطية المخدات، كل ما هو قطني في هذا الفندق المهيب، فندق الزعماء والملوك والأمراء وقادة العالم. pure Egyptian cotton. قبل ما تقول ده القطن مصري بس متصنع مش عارف فيه، القطن مصري متصنع في مصر، الملاية دي متصنعة في مصر، الفوطة دي متصنعة في مصر، البشكير ده متصنع في مصر، البرنس ده متصنع في مصر، غطى المخدة دي متصنع في مصر، مفرش السرير ده متصنع في مصر، حدث ولا حرج. انا اعرف الراجل اللي بيصد اللي كان بيستورد الحاجة من مصر وبيوديها لهذا الفندق تحديدا ومجموعة من الفنادق الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا في منطقة الساحل الشرقي، وتعرفت عليه هناك في امريكا بالصدفة يعني، ماشي؟ إذن واحد، هو السوق جاهز لصادراتي من المنسوجات القطنية ولا لا؟ جاهز. طيب دكتور محمد شادي قال جملة مهمة، قال إلا إنه الحاجة بتاعتنا اللي موجودة في المحلات دي قليلة، السوق بره في أمريكا وفي أوروبا طالب أكتر. ما بين قوسين، لو دخلت محل ولقيت فيه سكشن مكتوب عليه كده بيور ايجيبشن كوتن، قطن مصري نقي أو خالص، اعرف إن ده أغلى حتة في المحل، ده جد مش هزار. اي حد اسعده الحظ او حالفه الحظ للسفر بقى، فسحه، شغل، بعثه، الخ الخ الخ، عارف اللي انا بقوله ده كويس. طب واللي ما سافرش، الجهاز اللطيف الرائع الجميل ده، تك 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 هتطلع المعلومه. يبقى السوق جاهز. الى ان جاء رجلا وطنيا مخلصا في قيادة هذه البلاد، فما خلصوش انه يشوف ثروة بلاده كده، فأعاد بنائها من أول وجديد. طيب فأنا عملنا إعادة، شوف أنا هقول لك إيه، عملنا يا سيدي، عملنا إعادة بناء لهذه الصناعة وهيكلنا المصانع وإدارتها، وزودنا مساحة الرقعة الزراعية بتاعت القطن، وعلينا انتاجية فدان القطن، وادينا حوافز للمزارع والفلاح علشان ينتج القطن، وطورت المحالج وطورت المصانع، ودلوقتي على رأي ما قال الدكتور محمد شادي أنا أضع الأختام النهائية لبدء الانطلاق لهذه الصناعة. طيب هل أقدر أصدر بكميات ضخمة؟ بإذن الله أقدر أصدر بكميات ضخمة جدا، يعني لو وصلنا من 2 مليار ل 10 مليار ده معناها زيادة 8 مليار صادرات سنويا. أنا أتمنى نقدر نصدر أكتر من كده. هل محتاج تسويق شديد للدرجة دي؟ أنا كان عندي مشكلة إنه أنا المكن بتاعي كان قديم، فأحيانا كان يطلع لي بضاعة معيوبة، طب أنا جبت أنظف وأحدث وأحسن مكن في الدنيا، وده اللي حصل فعلا. فيبقى عندي أحسن قطن، وكنت بصدره خام زي ما قال دكتور محمد شادي، دلوقتي لا أنا مش هصدره خام، أنا هصنعه. ده واحد. اتنين، كان عندي مشكلة في المكن، فجبت المكن فأنا هصنع القطن بتاعي. القطن بتاعي محتاج تسويق، ده هو مسوق نفسه خلقة ربنا كده، الناس عايزاه، جودته كده، احنا جاهزين. طيب اوروبا اسهل لنا في التصدير؟ طبعا
اولا تكلفه النقل بتاعتي اقل، لان انا من اوروبا، من مصر لاوروبا انا اقل في تكلفه النقل من ان انا اجي من شرق اسيا او من جنوب افريقيا او انا اقل. ده واحد. اتنين، عندي اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه، فعندي ميزات نسبيه في التصدير، مفيش قيود جمركيه عليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب تلاتة، طبعا انا التكلفه الانتاجيه بتاعتي اقل من ناس كتير، وتكلفه النقل انا اقل واحد، وميزتي النسبيه في جوده المنتج وجوده الماده الخام انا اعلى واحد. هصدر ولا مش هصدر؟ هصدر طبعا، انا اصدر ونص. طيب هل الحجم التصديري بتاع الصين زي ما انا، عشان كده سالت الدكتور محمد، هل احنا نقدر نسد هذا الحجم التصديري سواء اذا كنا احنا زائد فيتنام زائد لاوس زائد بنجلاديش زائد الهند، هل هنقدر نسد هذا الحجم التصديري؟ لا، كلنا على بعض مش هينفع. إذن الفرصه متاحه للجميع، نشتغل ونصدر. طيب سؤال، اذا كان الصينيين جاهزين للاستثمار في مصر واحنا جاهزين ببنيتنا الاساسيه ومصانعنا والطاقه بتاعتي متوافره والعماله بتاعتي عماله عندها خبره فعلا عشرات السنين، عشرات السنين، انا كده مش ناقصني حاجه. تيجي تقول لي هو انتم مطمنين علي؟ انا كده فهمت ليه الرئيس بيقول لنا يا جماعه اطمنوا انا مش خايف، بس مسألة بسيطة يعني. اطمن. هل اللي بيحصل في مصر هو بس المسألة المتعلقة بأمننا الاقتصادي، تنميتنا الصناعية، ان احنا نقدر ان احنا نخرج بره هذه الأزمات؟ بل مش بس نخرج لكن كمان نترقى او نرتقي اقتصاديا؟ لا خالص، ده احنا كمان لازم وده كان من بدري نشتغل على مسألة منظومة حقيقية للتأمين الصحي. طيب تعال ناخدك في زيارة ميدانية من هيئة التأمين الصحي لمجمع الإسماعيلية الطبي، حتة مستشفى الله العظيم، ولا أدخن مستشفى قطاع خاص في الشرق الأوسط، حاجة يعني ما أقولكش. وينضم لينا على الهواء الصديق العزيز الرائع الدكتور محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ها هو أمامنا يجلس مبتسما. أهلا يا دكتور. أهلا بيك صديقي العزيز يوسف، أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. طمنا على صحة التأمين الصحي. أنا الأول بس زعلان منك عشان أنت وعدتني النهاردة هتكون معانا. ولا عاش ولا كان اللي زعلك، انا جاي كان نفسي تكون معانا النهارده والله. والله انا كنت اتمنى، بس الصيام هد حيلي يا دكتور وانا عجزت. ربنا يتقبل منك. لا احنا شباب بقى، احنا اتفقنا الجيل بتاعنا جيل شباب. لا ده احنا شباب قوي، ما اقولكش باينت معايا النهارده، مش عايز اقول لك. قول لي ايه الاخبار النهارده؟ احنا النهاردة طبعا اولا بشكر فريق العمل اللي مع حضرتك في البرنامج، حاجة محترمة جدا، ويعني هم ان شاء الله يحكوا لك بقى على الطبيعة كمان شافوا ايه غير اللي حضرتك هتعرضه النهاردة. احنا في محافظة الاسماعيلية، وهي يعني المحافظة اللي جميلة اللي بنعتز بيها بعد محافظة بورسعيد اللي هي النواة اللي كانت في مشروع التأمين الصحي الشامل. المحافظة دي بتقدم خدمات قوية جدا. عايز أقول لك المجمع الطبي زي ما أنت قلت كده هو المنشأة الأكثر في عدد الأسرة والأكثر في تقديم الخدمة الطبية منفردة في كل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. عايز أقول لك إن هو المجمع لوحده بيقدم من بداية المنظومة لغاية الوقت اللي احنا فيه مع بعض ده أكثر من 1.5 مليون خدمة صحية لوحده منفردا في المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. المجمع صرح فعلا بما كل ما يعني الكلمة تعنيها، صرح طبي نفتخر به كلنا كمصريين قبل ما نكون أفراد ومقاتلين في منظومة التأمين الصحي الشامل. خدمات صحية بتقدم على أعلى مستوى
عايز اقول لك يعني الحمد لله احنا وصلنا لهذا الرقم بتضافر مجهودات كل الناس اللي شغالين في المنظومة. مجمع زي ده انت عارف عشان تقدر تخدم الملايين من المنتفعين في المحافظة والمحافظات المجاورة اللي ما وصلهاش لسه التأمين الصحي الشامل، ولكن بتلجأ إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية زي بعض المواطنين في محافظة الشرقية، بعض المواطنين في شمال سيناء. انت عارف المسافة مش بعيدة، ولكن يعني بيبقوا على رأسنا من فوق وبنقدم لهم الخدمة من أول ما بيوصلوا لغاية لما بيخرجوا بالسلامة. عشان تقدر توصل للقصة دي تضافر مجهودات من أول عمال النظافة وأفراد الأمن لغاية أكبر الأساتذة والاستشاريين والهيكل الإداري داخل المجمع وفرع الإسماعيلية اللي بيقدم طفرة في المنظومة الصحية عشان نوصل لهذا الأداء المشرف لصرح طبي نفتخر بيه كلنا. زي ما قلت لك كل مصري لازم يفتخر إن في صرح طبي يتبع القطاع الحكومي وتقديم الخدمة الصحية بالجودة دي، كلنا لازم نبقى فخورين بحاجة زي كده. احنا فخورين فعلا الى ابعد الحدود. يعني اللي انا شايفه قدامي ده دكتور محمد، ده تأمين صحي، يعني ده اهالينا كلهم القادر او غير القادر طالما انه داخل هذه المنظومة يقدر يتلقى العلاج داخل هذا المستشفى او المجمع الفاخر كده. ولو كمان بره المنظومة وكان متواجد في الإسماعيلية لأمر شغل أو لزيارة أقارب ولا قدر الله حصل له مشكلة أو تعب، بيستفيد من الخدمة. يوسف أنت عارف إحنا المواطن المصري بغض النظر هو مشترك في المنظومة أو لأ، طبعا بنقدم له الخدمة من أول ما بيتعب لغاية لما يخرج بالسلامة. فأي حد على أرض الإسماعيلية لا قدر الله في زيارة زي ما قلت لك أو شغل أو كذا وتعب، خلاص هو احنا قدرنا ان احنا بنتحمل كل زي ما بيقولوا كده الاخواتنا واهلنا المواطنين المصريين اللي بيكونوا في على ارض الاسماعيليه. طبعا مجمع الاسماعيليه بيقدم الخدمه من اول الطوارئ لغايه الرعايات المركزه والعمليات الجراحيه المتقدمه في كل التخصصات. انا شايف قدامي مستشفى ما شاء الله بيلمع، حته الماظ وشياكة ونظافة ونظام، لأنه بطبيعة الحال أنا سمعت من ناس كتير جربوا الخدمة الصحية داخل هذا المجمع مفيش حد إلا وشكر شكرانية غير طبيعية. طيب أنا أحب البشارة قد عناية بصراحة، وبما أننا مقبلين على رمضان فبشرني بأخبار حلوة. قل لي مثلا أن المجمع ده هيبقى فيه منه تاني وتالت ورابع وخامس، وهينتشر مثل أو تنتشر مثل هذه المجمعات في الدلتا وفي الصعيد وفي سينا وفي سيوة والوادي الجديد. فرحنا يا دكتور. زي ما احنا متعودين مع بعض دايما بقول لك الأخبار الجميلة عشان أيوة كل المصريين يبقوا مبسوطين ويبقوا عارفين ان احنا ان شاء الله التطوير اللي بيحصل والتطور اللي بيحصل في القطاع الصحي بيوصل ان شاء الله لحاجات كبيره وكلنا ان شاء الله نبقى فخورين بيها. مجمع الاسماعيليه هو فعلا كان اول مجمع طبي من نوعه في القطاع الحكومي. المجمع الثاني هيبقى ان شاء الله في الاقصر وهو مجمع الاقصر الدولي ان شاء الله باذن الله في متبقي في بعض المراحل في التطوير والانشاءات داخل هذا المجمع، وهيبقى حاجة تفتخر بيها الصعيد كله إن شاء الله. المحافظة زي ما احنا اتفقنا لو تفتكر في مداخلتنا السابقة قلنا السويس خلاص داخلة إن شاء الله بإذن الله معانا بعد إن شاء الله رمضان والعيد إن شاء الله هيبقى فيها مجمع السويس الطبي، هيبقى صرح برضو يعني هنبقى فرحانين بيه جدا 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 إن شاء الله بإذن الله بعد تشغيله، هيخدم كل أهالي السويس برضو وهيساعد مجمع الطبي في الإسماعيلية عشان يقدموا حاجة محترمة لإقليم القناة. فإن شاء الله بإذن الله هو ده زي ما أنت قلت دي البشرة. الصعيد هيبقى فيها مجمع الأقصر الدولي، السويس كمان هيبقى فيه مساعد لمجمع الإسماعيلية مجمع السويس الطبي، حاجة إن شاء الله هتفتخروا بيها وإن شاء الله كلنا كمصريين نبقى فرحانين بوجود هذه المجمعات الطبية اللي بتضم مش بس على المستوى الإنشائي لكن على المستوى الإداري والطبي صح والتقني في تقديم الخدمة الطبية حاجة تفرح. وزي ما انت قلت الإشادات اللي بتيجي من مجمع الإسماعيلية
على فكرة هي داخلية وخارجية، يعني أعتقد ما فيش أكتر من شهادة الأجانب وهم عندنا لما يكونوا موجودين ويقولوا إن إحنا الخدمات اللي بنشوفها هنا ما بنشوفهاش في القطاع الحكومي في بعض الأماكن في الدول الأوروبية، إحنا بنبقى فرحانين عشان هو ده اللي إحنا بنحارب عشانه جوه المنظومة، عشان نوصل إن شاء الله كل واحد ومواطن مصري توصل له خدمة صحية على أكمل وجه. أداها وقدود يا دكتور، عايز أشكرك وأشكر كل الفريق اللي موجود، كل القطاع الطبي والقطاع الإداري اللي شغال في المنظومة دي. أنتوا حاجة تشرف وحاجة تدعو للفخر وحاجة تحسسنا بالأمان والاطمئنان، فإحنا صحتنا ما بين إيديكوا تبقى بخير. أشكرك يا دكتور وهشوفك قريب. جاي لك والله. ربنا يخليك. ألف شكر. إن شاء الله منتظرك يا يوسف. يا رب يخليك يا رب تعيش. ألف شكر وكل التوفيق والله. كل الشكر للدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. بالمناسبة أنا عايز بس أقول لكم حاجة، كل القائمين على هذه الهيئة والتأمين الصحي الشامل وحاجات زي كده هم كلهم نفس الجيل، يعني أو جيلين، يعني هتلاقي تلاتينات أربعينات. وده بياخدك برضو على مسألة يا دين النبي، ده احنا كنا زمان نقول هم الدكاترة اللي في الجيل ده يعني ما لهمش نصيب ان هم يتولوا مهام. طب ما تجربوهم يا جماعة، ما تشوفوهم. انا بقولك الكلام ده وانا شفت اصدقاء وزملاء الدراسة اللي دخلوا كليات الطب وحاجات زي كده، وده كان يبقى دايما همهم ان هو احنا مش محدش هيحس بينا غير لما نعدي 55، فكنا نقعد نضحك. النهاردة لا، القائمين على هذه المنظومة الضخمة شديدة الأهمية كلهم أربعينات وتلاتينات وأواخر عشرينات، بدأوا يشقوا الطريق وأون جوب تريننج وبيتعلموا إدارة وإزاي يديروا منشآت صحية كبرى وإزاي يتعاملوا. دي حاجة عظيمة خالص. ده خليني أقعد أقولك أهمية الرعاية الصحية ودعم الرعاية الصحية والاستثمار فيها من قبل أي دولة، دي أهم حاجة في الدنيا. بتقاس الدول في حجم رعايتها للمواطنين بالرعاية الصحية التي تقدم. ويمكن احنا اتكلمنا كتير يمكن على مثلا العلاج على نفقة الدولة، واتكلمنا فيها مع الدكتور حسام عبد الغفار اكتر من مرة، وزي ما اتكلمنا على ده بنتكلم اهو مثلا على التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وما تقدمه من خدمات. وبالمناسبة اتخن عملية لا قدر الله حد يتعرض ليها هتدفع 300 جنيه. أتخن عملية ده بجد مش هزار، يعني أكثر العمليات تعقيدا ودقة وحرجا هي آخرها 300 جنيه. ودايما أنا بضرب المثل بكده عشان تعرف الحجم اللي بيتعمل هنا في مصر أو حجم الاهتمام بصحة المواطن في مصر عامل إزاي. زي ما احنا بنتكلم دايما على أكباد المصريين وإخلاء مصر من فيروس سي، لازم تتكلم وده مهم خالص على مسألة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل. فاصل ونكمل الكلام. اللي حصل النهاردة هو احنا الحقيقة اليوم منقسم الى قسمين اساسيين. القسم الاولاني اللي احنا انتهينا منه اللي هو اطلاق الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي في مصر والبحث العلمي، وده الحقيقة عايز اقول دايما بمشاركة المجتمع المعني بالتعليم العالي والبحث العلمي. علشان كده احنا كنا ابتدينا ورش عمل مختلفة خلال الفترات، ويمكن احنا اثناء العرض قلنا احنا قعدنا مع مين، عرضنا ايه، وايه رد الفعل اللي جاي من شركاء الهيئه الرؤيه والخطه. في الحقيقه اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم والبحث العلمي اليوم هو حدث بالغ الاهميه. وفي البدايه اهنئ معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور على اطلاق هذه الاستراتيجيه التي تقوم على ابعاد متعدده وبالغه الاهميه، ومنها التعاون مع مختلف وزارات الدولة من أجل تحديد احتياجاتها من التعليم ومن الخريج اللي هو بيمثل المخرج
للتعليم العالي في زي وزارة الصناعة والزراعة والاتصالات والصحة والتخطيط والمالية، كل دي وزارات مهمة جدا ولازم تحدد احتياجاتها، وده اللي فعلا تم فيه مراعاته في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم. الاستراتيجيه دي مش بس على التعليم العالي، ده التعليم العالي هو مدخل في كل حاجه بعد كده، يعني احنا بناخد مخرجات التعليم قبل الجامعي، وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني تدخل تعليم عالي عشان ترجع تاني تبقى هي العنصر المحرك والمغذي لكل القطاعات وكل الوزارات في مصر بحالها. فالحقيقه فالاستراتيجيه دي مهمه لان انعكاساتها بتتم على مجمل الحياه في مصر ومجمل سوق العمل اللي مطلوب. فالحقيقه احنا حضرتك شفتي النهارده ان في الاستراتيجيه تم عرض 5 محاور رئيسيه تتكلم عن اهمها تطوير البرامج اللي موجوده واحداث برامج بينيه وبرامج نوعيه جديده عشان تخدم سوق العمل. طبعا دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، اظهار يعني ابراز هذه الاستراتيجيه، وجود كل هذه الكوكبه من رؤساء الجامعات والساده الوزراء والمراكز البحثيه كان حاجه مهمه جدا، لان احنا ده معناه ان احنا كوزاره تعليم عالي وبحث علمي ما مش بنشتغل لوحدنا، ولكن احنا بنخدم كل المجتمع، لان لا توجد دوله في العالم تتقدم بدون التعليم العالي وبدون البحث العلمي. وجود الجامعات وعمل الشراكات ما بين هذه الجامعات بحيث ان احنا يبقى عندنا خطه واضحه ازاي انا بخرج الخريج المناسب لسوق العمل، ازاي بربط سوق العمل بالصناعه، ازاي بربط الجامعات بالصناعه، ازاي بربط البحث العلمي اللي انا بعمله بالصناعه وباحتياجات المجتمع، ده كان شيء واضح جدا. الاستراتيجيه بتعكس تغير في التوجه اللي موجود حاليا أو اللي كان موجود سابقا، لأن هو التركيز على التكامل بين كل المؤسسات اللي بتقدم تعليم داخل مصر، سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو جامعات أفرع جامعات أجنبية، كل دي بتتكامل مع بعض لتقديم خريج بيبقى فيه عملية دمج بين مسار أكاديمي والمسار المهني. إحنا عايزين الخريج دلوقتي يختلف، لأن جامعات الجيل الرابع ومجتمع الأعمال والذكاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي بتتطلب خريج بيفكر خارج الصندوق. خلينا نروح لحاجات من ضمن الحاجات الكتير اللي بتتعمل في مصر. خد بالك احنا في الحلقة دي اتكلمنا على ايه؟ 3 حاجات النهاردة، مش حاجات بتتعمل امبارح ولا السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها. اتكلمنا على مصانع الغزل والنسيج وتطوير المنظومة بتاعت الصناعات النسيجية بدءا من الزراعة وصولا حتى المنتج النهائي وتصديره، احنا اتكلمنا على دي. طيب التانية اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على التأمين الصحي الشامل والهيئة ومستشفى اسماعيلية او مجمع الاسماعيلية، و دكتور محمد العقاد بشرنا 1 بالمستشفى اللي هتتفتح بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العيد في السويس، فيبقى كده بتكتمل عندي المنظومة بتاعت خط القناة، ده كده صباح الفل. والمستشفى اللي بعدها بإذن الله على طول هتبقى في الأقصر مجمع علشان جنوب الصعيد. طب والتالتة؟ التالتة موضوع تاني، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن النهاردة إيه؟ انطلاق مبادرة اتكلمنا عليها هنا لو تفتكر اول امبارح، كتفا في كتف او كتف في كتف بالتعبير المصري الرائع الجميل الفصيح. تبدا كتف في كتف من فين؟ من سيناء، جنوب سيناء تحديدا. طب ايه كتف في كتف؟ وبمنتهى البساطه نستعد لشهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان. محافظه جنوب سيناء النهارده وصلت او شهدت وصول قطر الخير، اصطفاف اهو، رب صورة تغني عن ألف 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 كلمة. أسطول ضخم من العربيات الضخمة يشرف عليها متطوعين التحالف، 11 قاطرة محملة بأكتر من 20,000 صندوق حماية اجتماعية. فيها إيه بقى؟ فيها 400 طن مواد غذائية، 2000 بطانية لأهالينا في جنوب سيناء. مبادرة كتف في كتف تعد واحدة من أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية إن لم تكن أكبرها على الإطلاق في تاريخ مصر، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طول الوقت معني بدعم الفئات الأولى بالرعاية
الفئات الأكثر استحقاقا. ده بيتماشى مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتوجيهات الرئيس، يبقى الاثنين ماشيين مع بعض. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقدم 4 مليون صندوق مواد غذائية حماية اجتماعية لأهالينا الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية، واللي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية. النهاردة بدأنا بجنوب سيناء. الهدف طبيعي، هو تخفيف العبء على الناس، نقلل قدر الإمكان من إحساسهم بحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. عاوزين الدولة بتساهم في تحقيق أهداف تنمية مستدامة في جميع المجالات. مصر بتشتغل كالآتي: مصر بتشتغل 1 تنمية اقتصادية، 2 تنمية اجتماعية، 3 استثمار في المواطن المصري. دول 3 محاور. التنمية الاقتصادية بقى اقعد اتكلم في قطاعاتها المختلفة. التنمية الاجتماعية جزء منها هو الحماية الاجتماعية، سواء اذا كان فيها حاجة زي كتف بكتف او حاجة زي تكافل وكرامة الخ، زائد التأمين الصحي وما الى ذلك، اقعد عد حدث ولا حرج. ثم الاستثمار في المواطن المصري، يعني مش احنا كنا لسه بنتكلم او لسه كنا بنشوف حالا اهو تقرير عن وزارة التعليم العالي وإعادة هيكلة المنظومات في التعليم الجامعي والأكاديمي وما إلى ذلك. مصر بتشتغل على كل المحاور، نهينا عن أنها بتتبوأ بالفعل مكانها الطبيعي كعاصمة القرار في المنطقة بل وفي القارة. حلو، يعني أنا سياسة الحمد لله، أمن وأمان إحنا 100 فل و14 الحمد لله. طب في خبر بالمناسبة لطيف، بما أنك كنت لسه بتكلم على مسألة إعادة هيكلة منظومة التعليم الأكاديمي والجامعي في مصر، وده بالمناسبة شيء مهم قوي 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 قوي، وكلنا كنا مستنيين حاجات زي كده، زي ما احنا كنا مستنيين يبقى في عندنا جامعات أكتر، زي ما كنا مستنيين أن احنا يبقى عدد الجامعات المصنفة عندنا في المؤشرات الدولية زي تايمز وكيو أس تزيد. بعد ما كنا 3 جامعات بقينا 26 جامعة مصنفة دوليا إلى آخره. على سبيل المثال وإحنا بنتكلم على نفس السياق، وإحنا بنتكلم على مسألة الأكاديمية لو صح التعبير، روسيا تمنح الدكتور أنور إبراهيم ميدالية دستوفيسكي كأول عربي يتوج بها. الدكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق معنا على التليفون. أهلا 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 بيك يا دكتور أنور. أهلا بحضرتك. إزاي صحة يا دكتور؟ كله تمام؟ مبروك أوحدك بالصحة والسلامة، ومبروك على جائزة دستوفيسكي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. دكتور أنور، يعني منحتنا شرف أنه حضرتك تبقى أول عربي، منحتنا شرف كمصريين أنك تكون أول عربي يحصل على هذه الجائزة الهامة والكبيرة وهي ميدالية دستوفيسكي. أسباب منح هذه الميدالية وهذا التكريم إيه يا دكتور؟ طيب في البداية أحب يعني أشكركم على هذا الاهتمام والمتابعة حتى يتمكن المستمعين من معرفة الجهود اللي بتبذل من المصريين المثقفين في مجالات عالمية. دستويفسكي كاتب عالمي والعالم كله بيحتفل في هذا العام بمرور 200 سنة على ميلاده. وفي هذا الصدد وزارة الثقافة الروسية بالتعاون مع صندوق دستويفسكي أو مؤسسة دستويفسكي المعنية بكل ما يكتب عن هذا الكاتب في جميع أنحاء العالم قررت أنها تمنحني هذا الشرف لجهودي في ترجمة أعمال لم تكن معروفة من قبل لهذا الكاتب، علاوة على أني من الأوائل الذين كتبوا رسالة الدكتوراه بتاعتهم في جامعة موسكو على إبداع هذا الكاتب الكبير. وبالتالي يعني ما أسعدني هو معرفتهم بهذه الجهود المبذولة في الخارج، لأن هذه الكتب أنا نشرتها باللغة العربية في مصر وهم أدركوا بوجودها
ووضعوا هذه الكتب في متحفي داستايفسكي في موسكو وسان بطرسبورغ. ده كلام عظيم جدا. طب دكتور أنور، معروف أنه العلاقات الثقافية تحديدا ما بين القاهرة وموسكو علاقات طويلة وعلاقات شديدة القوة. هل أقدر أقول أنه إحنا عندنا استمرارية في هذه العلاقات، مش بس متوجة بهذه الميدالية الممنوحة لشخصكم الكريم، لكن استثمارية هذه العلاقة استمراريتها واستثمار هذا الرابط الثقافي ما بين مصر وما بين روسيا، نقدر نستثمره إزاي يا فندم؟ بكل تأكيد لو رجعنا للعلاقات الثقافية بين مصر وروسيا هنلاقيها قديمة من أيام القياصرة، لأن روسيا اعتنقت المسيحية سنة 1989، يعني القرن العاشر الميلادي. وبعد مرور فترة من الزمن تزيد عن حوالي قرنين كان استقر الأمر بالديانة المسيحية في روسيا، وبدأ الروس في التفكير في الذهاب إلى الأراضي المقدسة. ومن ثم لما هم نزلوا إلى فلسطين كان الهدف التالي بعد كده هو زيارة دير سانت كاترين الشهير في سيناء، ومن سيناء عرجوا على النزول إلى الوادي وشاهدوا الآثار المصرية المبهرة وتحدثوا عنها لأهلهم عندما عادوا. كل ده قبل ما تكون في علاقات دبلوماسية بين البلدين، بمعنى ان العلاقات الدبلوماسية الإنسانية كانت اسبق، ومن هذه النقطة انطلقت الزيارات اكثر حتى للمتخصصين في التاريخ وفي الآثار، وبدأوا في كتابة ابحاثهم، بل وكثير جدا من المثقفين الروس والشعراء الكبار زاروا مصر وكتبوا عنها قصائد، حتى ان شاعر زي جوميلوف ليه أكثر من 200 قصيدة عن مصر، منها قصيدة اسمها مصر وقصيدة أخرى اسمها الأزبكية، لأنه شاهد حدائق الأزبكية لما كانت في عز مجدها وشاف القاهرة وأثرها. واستمرت الزيارات، بل وشارك كثير جدا من الروس اللي جم إلى مصر في أنشطة هامة جدا ثقافية وعلمية، وكتبوا دراسات كبيرة عنها، بل بعضهم زي مثلا جالينيشيف كان هو مؤسس قسم المصريات في جامعة القاهرة، ده من الأمور المدهشة يعني عملهم بالجامعة. وأيضا هناك كتابات كتيرة جدا استمرت عن مصر لحد اليوم اللي احنا بنتحدث فيه دلوقتي، كثير من الكتب تصدر عن علاقة مصر بروسيا من الجانب الثقافي. أنا عندما توليت رئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية كان في ذهني تنشيط العلاقات الثقافية، وبدأت بإعادة دعوة روسيا لتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد انقطاع سنوات طويلة. وطبعا جه الجناح الروسي كان مشهور جدا بالكتب زهيدة الثمن وغالية من القيمة من ناحية العلمية، وبيعهم للوحات والاسطوانات الموسيقى الكلاسيكية، وكلنا نعرف وكل المثقفين يعرفوا أسماء الموسيقيين الروس أمثال تشايكوفسكي ورحمانينوف وبارودين وغيرهم، إلى جانب معرفة المصريين بالكتاب الروس اللي بدأت ترجمتهم إلى العربية من فترة متقدمة جداً. يعني تخيل ان في عام 1914 سلامة موسى قام بترجمة الجريمة والعقاب، ده كان شيء مبكر جدا، وتلا ذلك ترجمة الأعمال الكبرى لتولستوي زي الحرب والسلام والبعث وأنا كارينينا. والمخرجين المصريين
قاموا بتمصير هذه الأعمال في السينما المصرية. صحيح. شفنا نهر الحب وشفنا الإخوة الأعداء وكل دي أعمال متاخدة عن الأدب الروسي. إلى جانب ذلك كان اهتمام مصر بروسيا من زمان، من فترة يكاترينا الثانية ابنة مؤسس بطرسبرج أو مؤسس الدولة الروسية هو بطرس الأكبر. هذه الإمبراطورة افتتحت بمساعدة المصري عياد طنطاوي قسم اللغة العربية لأول مرة في روسيا، وده كان في حوالي القرن الـ18. فمن هذا القسم تخرج المستعربين والمستشرقين الروس اللي بدأوا دراستهم وترجمتهم أيضا للأعمال المصرية إلى الروسية. فهي علاقة تاريخية ممتدة إلى يعني تقريبا حوالي 11 قرن دلوقتي من العلاقات الثقافية ما بين البلدين. خلينا أول أشكرك دكتور أنور، كل الشكر دكتور أنور إبراهيم وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق. تقدر تحسب تقريبا هو من 2006 لحد دلوقتي قد إيه؟ عدى كتير صح؟ 17 سنة على وفاة واحد من أهم وأبدع وأكبر وأعظم فنانين، الأستاذ حمدي غيث. أستاذ حمدي غيث اللي لما هتشوفه في صراع في الوادي وهو لازال وقتها شابا صغيرا جدا، لفت نظرك ولفت انتباهك انت كمشاهد عادي، يعني اقعد اتفرج على صراع في الوادي لازم هتشوف حمدي غيث، مش هتقدر ترفع عينك عن أدائه، مع أنه بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زكي رستم، فريد شوقي، وحمدي غيث طلع فيه طبعا ما حفظ اللقب مشاهد قليلة عاوز ياخد بالطار، بس شوف الأداء، كت انقل معايا قدام وروح على فيلم الرسالة والنصر صلاح الدين، سفيان بن حرب، أبي سفيان بن حرب وريتشارد قلب الأسد، كت اطلع على فيلم أرض الخوف أستاذ داود عبد السيد وشوف أداء حمدي غيث، أداء مهولا لممثلا مهولا أمام أحمد زكي. أنا كل اللي أقدر أقوله لك حمدي غيث الله يرحمه يا رب يبتلع الشاشة ابتلاعا، يبتلع الشاشة، مش ممكن. ممكن أقعد أحكي لك إنه والله تولى مش عارف نقابة الممثلين، المسرح الحديث، إلخ إلخ إلخ، بس أنا أقدر أقول لك إنه القامات اللي بالحجم ده هم فعلا أكبر بكتير مما تولوه من مناصب. أدعوكم إلى أنه لو عندك وقت أقعد اتفرج على أفلام بطلها أو شارك فيها حمدي غيث. ده واحد. اتنين، اسمع الصوت والأداء في اللغة العربية، ده احنا غلابة قوي، احنا جنب الناس دول غلابة قوي، يعني جامد فينا ولا عشر معشار هذا الأداء اللغوي من حيث اللغة والتعبير. الله يرحمه، الله يرحمه، أثر السينما والمسرح والدراما والأداء الصوتي حمدي غيث. فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ بقى احنا من يومين كنا بنتكلم مع المهندس احمد والي في التليفون على القضيه بتاعه هوك بول. طيب هل هوك بول هي اول وسائل النصب الالكتروني؟ لا. طب هل هي اخرها؟ برضو لا. طب هل النصب الالكتروني هو حاله او طريقه واحده ولا هي اكتر من طريقه؟ طيب والاختراقات وكل الحاجات
اصل انت ممكن ما تبقاش مشترك ولا بيتنصب عليك عن طريق تعالى ونجيب لك بيتكوين وهنعمل وهنسوي، لا انت ممكن يبعت لك صوره ويبقى فيها امبيدد فايل ويتفتح التليفون بتاعك ويتعرف الباسورد ويتعرف رقم الحساب، يعني ممكن تلاقي نفسك فجاه صحيت الصبح مفيش. الاول خلوني ارحب بالمهندس احمد والي، اهلا بيك. اهلا استاذ، ومنورنا. اهلا بيك. وسنين اللي انا بقوله ده بيحصل؟ بيحصل طبعا، بيحصل كل يوم وفي كل مكان الى هذا الحد. طبعا النصب الالكتروني زاد جدا، خصوصا بعد فيروس كورونا لما الناس قعدت في البيت والاعتماد على الاونلاين بيزنس زاد جدا، فطبعا كل ما حاجه بتزيد كل ما بيظهر المستفيدين من وراها، سواء مستفيدين بشكل قانوني او بشكل غير قانوني، فطبعا الموضوع زاد جدا. الناس بقت تشتغل بانكينج اونلاين، بقت تشتري اونلاين، بقت تحط الكريدت كارد بتاعها على الموبايل بشكل ما كانتش بتحطه قبل كده، فطبعا كل ده اغرى الناس اللي هي عندها نوايا غير سليمه انها تشتغل اكتر برضه. طيب انا ساعات بشوف قدامي حالات كتير انه مثلا بيبقى الشخص نفسه يوسف مثلا رجل غير سيء النية على الإطلاق، وبيخش على تطبيق مثلا زي تليجرام فيلاقي فيه مش عارف مجموعة ولا منتدى ولا مش عارف بيسموها ايه، وأصل فيها مش عارف واحد اسمه مش عارف أبو زيد أبو خالد أبو علي أبو يوسف أبو مصطفى، ويقول لك والله أنت تقدر تشترك في المجموعة بتاعت الواتساب المحدث بتاعنا، طب تعال احنا هندي لك نسخة تشات جي بي تي من غير ما تضطر تجيب رقم امريكاني وحاجة زي كده. انا لما بلاقي صحابي بيتكلموا في الكلام ده انا بتخض، لهم يا جماعة وانتوا تعرفوا الناس دي مين؟ مظبوط. لا، طب انت ما تضمن انه كل اللي هو عامله ده واللي انت فاكر ان انت مستفيد هو مش طالع من وراه فايدة، ويقول هيطلع بفايدة ايه؟ فهمني، انا يعني محق في احساسي واستشعاري بالخطر ولا الحاجات دي عادي؟ لا، محق جدا طبعا. هو مبدئيا الانترنت فضاء مفتوح، عمرك ما تثق في اي حد على الانترنت، دي قاعده كده لازم تحطها في بالك وانت داخل على الانترنت. اي حد ما تعرفوش اعتبره شخص غير مثوق فيه تماما. الشخصيات الاعتباريه اللي على الانترنت دي اوعى تثق فيها، سواء بقى هيبتزك ماليا، هيبتزك اخلاقيا، هيبتزك هيديك فايل والفايل ده زي ما حضرتك قلت يطلع فيه فيروس ويخش على الموبايل بتاعك يخلصك على كل حاجه. فمبدئيا اي حاجه على الانترنت لا تثق فيه تماما، ولا تثق في واحد يقول لك انا هديك فلوس باي شكل من الاشكال. يعني احنا مثلا الاشكال بتتغير، سواء بقت هوك بول، سواء انت كسبت في مسابقه، سواء اي شكل، الاشكال بتتغير، لكن في الاخر المصطلح واحد، انا هديك فلوس. مفيش حد ما يعرفكش هيدي لك فلوس، ومفيش حد بيكسب في مسابقه، المسابقه دي ما يعني ما حدش سمع عنها. تلاقي قاعد الواحد يقول لك انت كسبت في مسابقه اديني بقى كريدت كارد بتاعك عشان احول لك فلوس، محدش بيحول لحد فلوس على الانترنت، ومفيش حد بيديك فلوس كده لوجه الله. فلا تثق تماما في اي حاجه من الحاجات دي. الاساليب بتتطور. انا اتذكر مع ظهور النسخه الثانيه من الانترنت بدات واستخدامنا للايميل، بدا يجي لنا زمان رسائل ايميل شهيره كده يقول لك انا فلان الفلاني، انا مدير بنك مش عارف فين في امريكا اللاتينيه، في افريقيا، في جنوب شرق اسيا، وحصلت مشاكل سياسيه زي ما انت عارف، وانا دلوقتي عندي في حسابي 10 مليون دولار فانا عايز احول لك 5 وهتديني منهم 2.5 وقصه كده، عشان في الاخر خالص يقول لك ايه معكش بقى 100 دولار علشان اجراءات التحويل. وهوب بخ. طبعا هل حضرتك تعرف ان الميل اللي حضرتك شايفه ميل ساذج ده في ناس كتير قوي بتتجاوب معاه؟ يعني حضرتك شايف ان ميل ايه ده، ما اكيد نصب. يعني انا اقرا الحاجات دي بقول ايه العبط ده. طبعا في ناس بقى بتقع في الفخ ده، هم عارفين كده. يعني اللي بيبعت الميل ده هو مش بيستهدفني ولا بيستهدف حضرتك ولا بيستهدف الناس المتوسطه الوعي في العالم، هو عارف ان في ناس ضعيفه الوعي على مستوى العالم، هو دي الناس اللي بيستهدفها. هو عارف ان الناس هتشوف الميل ده وتضحك وتقفله. لقوا ان في حوالي 4% بتتفاعل مع الايميلز دي، 4% على مستوى العالم. هو مش محتاج غير 1%، لو 1% تفاعل مع الميل وصدقه ودفع له ال 100 دولار هو كسبان، لو لم له في اليوم 100 دولار 200 دولار الموضوع بالنسبه له ظريف جدا. ففي جبرت. ناس بتتفاعل. تحرك تفتكر الحادثه بتاعت الانتخابات الامريكيه بتاعت هيلاري كلينتون، رئيس الحمله بتاع هيلاري كلينتون لما الميل بتاعه اتهكر بطريقه بدائيه جدا ما حدش مصدقها، جاله ميل كانه من جوجل ومكتوب عليه اللوجو بتاع جوجل وكل حاجه. قال له انت في حد حصل على الباسورد بتاعت الميل بتاعتك ولازم تغير الباسورد بتاعتك دلوقتي حالا. والميل جاي من ميل مكتوب ازاي بقى؟ يعني حاجه نو ريبلاي ات accounts.google.com. هو مفيش حاجه اسمها accounts.google.com، هو google.com بس دايما يكتب لك حاجه شبهها، او يكتبها لك جوجل مثلا عشان تخدع. بدل جوجل ال واحده يكتبها جوجل ال ال، او بدل او او تبقى 3 او مثلا، تبقى حاجه شبيهه قوي بالدومين الاصلي.
وقال له لازم تغير الباسورد بتاعتك، وراح مطلع له كده شاشه قال له اتك على اللينك ده عشان تغير الباسورد. طلع له شاشه هي جوجل، يعني فتح له جوجل، دخل الباسورد بتاعتك القديمه ودخل الباسورد الجديده، راح مدخل الباسورد القديمه اللي هي بتاعت الميل، هو ما دخلهاش لجوجل، هو بعتها للهاكر، فالهاكر بقى عنده الباسورد بتاعت رئيس حمله الانتخابيه لشخصيه سياسيه كبيره جدا على مستوى العالم، يعني حركه بدائيه جدا. فده ياخدنا يعني الحاجه اللي بتجي لك، بقى يجي لك لينك صفحه مثلا فيسبوك يقول لك الفيسبوك دخل اليوزر نيم بتاعك، ما تصدقش. جوجل ما تصدقش، اتك على اللينك ده، ما تتكاش على اللينكات، لازم تقف على اللينك الاول تتاكد الاسم صحيح ولا الاسم فيه، يعني اتاكد من الاسم، ممكن يكون لعب في حرف، فيسبوك ممكن يكتبها فيسبوك والكي دبل كي، ممكن تلاقي فيسبوك بدل او او تلاقيها تريبل او، ممكن جوجل يعني لعب في حرف واحد بحيث ما تاخدش بالك من الفرق. لازم نركز في الحاجات دي. لينك جاي لك من ميل من مصدر غير مجهول، اوعى تتك عليه. ما تدخلش باسورد غير في السايت اللي انت داخل عليه بنفسك، يعني انا داخل بنفسي كاتب facebook.com ودخلت اليوزر نيم والباسورد بتوعي، لكن واحد بعت لي لينك راح اللينك فتح لي صفحه فيسبوك، ما تدخلش اليوزر نيم والباسورد بتاعتك ابدا. يعني لازم انت اللي بنفسك تكون كاتب العنوان اللي هتخش عليه، مش اللينك اللي انت بعتت لك هي اللي فتحت لك الصفحه. طب حضرتك فاكر لما كنا على الفيسبوك يقول لك شوف انت شبه مين من الممثلين، او خش اختبار مش عارف انت تستحق منصب ايه والحاجات دي، صح. كان في على الفيسبوك فتره الجيم ده، ويقول لك خش هتتك على لينك تقوم فاتح لك صفحه تانية، يقول لك اتك على الزرار ده عشان تعرف تشبه مين من المشاهير، يقوم يقعد يلف كده، وبعدين يقول لك ايه عشان يظهر لك النتيجه اتدخل لنا اليوزر نيم والباسورد بتوعك عشان يتاكد ان انت صاحب الاكونت. طبعا انت بتدخل يوزر نيم، بتديه هديه للهاكر اللي عمل القصه دي، خد الاكونت، ما تدخلش اليوزر نيم والباسورد بتاعتك ابدا في اي حته غير في الصفحه اللي انت داخل عليها بنفسك، مش عن طريق لينك اتبعت لك. فدي قاعده مهمه جدا. طيب ايه اشهر او الاكثر رواجا في وسائل النصب الالكتروني عندنا هنا في مصر؟ ايه اكتر حاجه لاحظتوها كخبراء امن معلومات؟ هي طبعا في حاجه اسمها السوشيال انجينيرنج. السوشيال انجينيرنج دي الهندسه الاجتماعيه، ان انا بضحك على الناس بالاستعطاف او بالخداع الكلام، يعني في ان انا ممكن اهاك حد او اتك عليه او يعني احاول اخترق الحساب بتاعه، دي ليها طرق، لكن انا ابعت له رساله اقول له خلي بالك انا محتاج، انا مزنوق، انا مش عارف، انا من ضحايا حرب كذا كذا ومحتاج مساعده، فده استعطاف. او ان انا اقول له مثلا انت هتاخد جايزه ولو ما ردتش عليا دلوقتي حالا الجايزه هتروح عليك، دي اسمها الهندسه الاجتماعيه. في مثلا ان انا ابعت له اللي هي المشهوره قوي، اللي هو انت كسبت واديني الكريدت كارد بتاعك حساب البنك عشان احول لك عليه المكسب، والموضوع بيتطور بقى بالتليفون، اللي هو حضرتك الو حضرتك كسبت دلوقتي في التليفون، انزلي لمكنه فوري، مكنه يعني مش عايز اقول دعايه، المكنه اللي تحت دلوقتي دي اللي هي بتحول فلوس، وانا هكلم الراجل، يقوم يديها يعني يقول لها اديني الراجل بتاع المحل ده، يكلمه يقول له حول لي على حسابي مبلغ كذا كذا، والست اللي قدامك هتدفع لك الفلوس. الراجل ما يعرفش ان الراجل ده ما يعرفش هي اللي مدياله التليفون بايدها بالظبط كده، فبيقول له الو حول لي 5000 جنيه والست هتدفعهم لك كاش دلوقتي، يقوم محولهم له على الرصيد اللي يديه له، يروح يقول الست اديني بقى 5000 جنيه، تقول له 5000 جنيه ايه؟ ده انا جاي اخد فلوس، ده انا جاي اخد فلوس بالظبط كده. فالموضوع ده انتشر جدا وحصل في ناس غلابه كتير قوي. فتاني ما حدش هيدي لك فلوس بلا مجهود، يعني وانت قاعد كده، وبعدين ما تدخلش في حاجه مش تحت اشراف الدوله، يعني النهارده في حاجه تحت اشراف البنك المركزي، تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تبقى حاجه واضحه جدا، ولو انا مش متاكد اتصل واسال، يعني مثلا في شركه بتقول لي انت كسبت كذا، طب ما انزل روح الشركه واسال، يعني انا شركه موبايل كلمتني مثلا لو على سبيل المثال، يعني قالت لي انت كسبت مثلا كذا، يعني اروح اي فرع من شبكات الشركات الموبايل الفرع بتاعها، يعني انا في واحد كلمني قال لي انك كسبت، هو كان ده صحيح؟ اتاكد والله ما قالوا لي لا، خلاص الحمد لله اطمنت. حاجه انت كسبت في مسابقه، اخش على اي صفحه من صفحات وزاره التضامن، اخش على جوجل اسال هل في مسابقه اسمها كده تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، مفيش، خلاص يبقى الراجل ده بيضحك عليا، لكن مفيش حد بيكسب حاجه كده يعني من بره، ما تثقش في حاجه بره اشراف الدوله. احنا عايزين نثق في الدوله بتاعتنا مأمنه المواطن كويس قوي، والبنك المركزي ووزاره التضامن بيحاولوا يحموا المواطن على قد ما يقدروا يعني، فيعني اي حاجه بره اشراف الدوله لا تثق فيها تماما. طيب انا هستاذنك هروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل. من كلامك انا اظن انه الناس دي بتنصب على نوعين، يا نوع طيب زياده عن اللزوم وبيصدق، يا نوع طماع
وعنده حلم ثراء سريع حتى لو بالشمال طبعا. مش مشكلة طبعا. وأظن ده اللي جرى في هوبفول، لأنه موضوع البيتكوين ده أصلا غير مقر قانونيا صحيح. في مصر وفي أغلب البنوك اللي موجودة صحيح. في دول العالم، فهنا في سن الطمع. خلونا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية المهندس أحمد والي، خبير أمن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات بواحدة من شركات الاتصالات الكبرى، مش هقول اسمها إيه علشان ده إعلان. فاصل ونكمل الكلام. خلونا نجدد مرة تانية الترحيب بضيفنا العزيز المهندس أحمد والي، وهستأذنك بس في أنه طبعا الحادثة بتاعت قطر أليوب، فهناك بيان عاجل أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم، أنه في تمام الساعة 7:20 من مساء هذا اليوم وأثناء دخول قطار 557 3,027 ركاب شبرا منوف كفر الزيات على سكة النفادي في محطة أليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير، مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس هيئة السكة الحديد وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات. هذا وقد تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار. كما وجه معالي وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات، والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة. كده انتهى البيان، وجبت القراءة، وجب التنويه. أرجع مرة تانية أجدد ترحيب بالمهندس أحمد والي، خبير أمن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات بشركة اتصالات كبرى كنت بشتغل فيها زمان. هرجع بقى على المسألة اللي هي الشريحة اللي شبه موضوع هوكبول. ناس اتنصب عليها عن طريق والله تعالى هنشتري البتاعات اللي بنقدر نعمل بيها مايننج عن الكريبتو كارنسي بيتكوين وغيره، وهتكسب وفلوسك والجو ده. ده معناه انه دي شريحة مستعدة انها تكسب فلوس خارج النطاق القانوني والشرعي. صحيح كده؟ صحيح. او ممكن هي مش عارفة انه خارج النطاق القانوني والشرعي، ما هو برضو لازم يكون العملية فيها وعي، وده دورنا يعني ودور الإعلام نحن نوعي الناس. يعني مش كل حاجة حد يقول لك حاجة تصدقها، لازم تبقى عارف إيه القانوني والشرعي وإيه اللي مش قانوني ومش شرعي. هو ممكن كمان الموقع نفسه يكون يعني شاير للناس ورقة، أي ورقة مضروبة وعليها ختم وخلاص وهو احنا واخدين تصريح. برضه لازم تراجع ورا، هي فلوسك في الآخر، يعني في الآخر أنت مش فلوس حد، هي فلوسك، محدش يخاف على فلوسك قدك. يعني ما ينفعش بعد ما فلوسي تروح اقول طب هرجعها ازاي، ما من الاول يعني هي فلوسك معاك. وبعدين موضوع التسويق الهرمي ده خلاص يعني اتهرس من زمان زي ما بيقولوا، الناس هرشته. وبعدين هو ده برضو جزء من يعني ده امتداد ليه بقى، يعني هو برضو نفس القصه، هتشتري انت او هتشارك، وكل ما هتجيب حد تحتيك كل ما مكسبك هيزيد. فالموضوع ده عمال ياخد اشكال كتير، وهو نفس الشكل. ما هو اللي بيطمع الناس ايه، ان انا هشترك طب انا هكسب لوحدي؟ لا، انت لما تجيب ناس معاك هتكسب اكتر، فابتدي اجر ناس معايا فهيجي يركب على ودني بالظبط. فكل واحد هيخش بقى يكسب، عايز يجيب ناس تحتيه عشان مكسبه يزيد، وكل ده الشركه عماله تلم الفلوس دي. ونفس القصه بتتكرر باشكال اخرى، الناس اللي بتيجي بديها في الاول فلوس عشان اوهمهم ان هو في مكسب حقيقي، وفعلا اللي بيحط 1000 بيرجع له 2000 بعد اسبوعين، فالناس بتتوهم ان في مكسب حقيقي. وبعد شويه الناس تخش اكتر واكتر، اللي دفع 1000 في الاول ورجعت له 2000، بعد كده هيحط 10000، بعد كده هيبيع عربيته، بعد كده هيبيع بيته عشان يحط هو بيسخن بقى. بالظبط. انا دفعت 1000 جالي 2000،
وهي نفس القصه بتتكرر باشكال اخرى، سواء بقى هوك بول، سواء بقى توظيف اموال، سواء عماله تتكرر باشكال اخرى. ففي الاخر نفس القصه، ما يعني التسويق الهرمي ده اتهرس يعني في 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 حتت كتير قوي. فدايما اي حاجه فيها شكل التسويق الهرمي ده تجيب ناس تحتيك، ده خلاص يعني انا بحب يعني اوجه للناس اقول لهم انف يعني كفايه، يعني ما تخشوش في السكه دي تاني. في اشكال تانية اخرى بس ابتدت تظهر، يعني وانا بخش على اليوتيوب بلاقي واحد اول اعلان كده يعني فاتح بادئ زبده، شايفين العربيه دي انا جبتها باستخدام التطبيق الفلاني الفلاني، بتطلع لي كتير اعلان كتير قوي. يوه ده كتير قوي. طب يعني في الاخر هيقول لك تحولت الى مليونير في 6 أشهر مثلا. فيقول لك يا شباب العربيه دي انا جبتها باستخدام التطبيق، يقول لك عربيه فارهه راكنه وهو يقول لك انا استخدام التطبيق ده، ويقول لك نزل التطبيق ده. طبعا هتنزل التطبيق وتدخل فيه فلوس عشان تبتدي بقى تتداول على حاجات ما اعرفش حقيقيه ولا مش حقيقيه، وبعد كده بقى فلوسك هترجع لك مش هترجع لك ما اعرفش. بس في الاخر برضو نصبايا، ما فيش حد بيكسب يعني بالبساطه دي. طب هو الناس فاهمة انه البيتكوين دي مش فلوس في ايديهم؟ هو حتى لو افترضنا انه عنده محفظة ما فيها بيتكوينز او ايا كان من انواع الكريبتو كارنسي المختلفة، هي دي مش فلوس في ايده؟ ولو راح البنك قال لهم النبي انا عندي محفظة فيها 10 بيتكوين يلا ادي لي بدلها دولارات، هيقول له كل سنة وانت طيب، ماليش فيه. ماليش فيه طبعا. وهو عملية بيع وشراء، يعني مفيش بيتكوين في الإيد، ده هو أنت لازم يبقى في حد مثلا عنده بيت مستعد يبيعه مقابل بيتكوينز فأنت تحول له البيتكوينز. مزبوط. يعني الناس فاهمة ده؟ هو غالبا اللي دخلوا على موقع هوك بول أصلا مش فاهمين لا بيتكوين ولا فاهمين يعني إيه تعدين ولا فاهمين أي حاجة، هما كل اللي شافوه 1000 جنيه بترجع لي 2000 بترجع لي 10. فالناس طبعا مش فارقه معاها كلمه البيتكوين في حد ذاتها، البيتكوين ده اسم كده يعني، لو كان بشال كلمه بيتكوين وحط مكانها اي حاجه كره قدم كانت الناس اشترت برضه، طالما في 1000 هترجع لي 10 الناس هتخش. فهو الموضوع مش موضوع البيتكوين، والناس بتلجا للبيتكوين ده بصفه عامه علشان هو ما لهوش رقابه مركزيه، هو ليه رقابه يعني ليه طريق رقابه معقده كده. فالناس اللي بتشتغل في انشطه غير قانونيه غالبا بتلجا للبيتكوين عشان يعني تحصل على اموالها، ويعني تحصل على الاموال الابتزاز اللي هي بتعملها. لكن في الاخر الناس اللي دخلت الغلابه او يعني اللي هي كان عندهم طمع الثراء السريع مش فارقه معاهم كلمه بيتكوين. طيب ساعات كتير الاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، كان ده يكون سؤال الاخير قبل ما اختم، الاقي على مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات تيك توك على سبيل المثال كم اعلانات مذهله، هي مش اعلانات بمعنى مفهوم، فلان الفلاني يروح طالع يقول يا جماعه خش على الموقع ده علشان احنا بنبيع الجهاز اللي بتقدر تعمل بيه المايننج او التعدين، وسعر الجهاز هيبقى كذا، وبعدين يروح جايب لك كراكس كبيره جدا مليانه اجهزه يقول لك شفت انا عملت كذا 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 ومنها كسبت المبلغ الفلاني. ووارد فعلا يكون بيبيع، بس نقول للناس ايه؟ نقول للناس ما تتخدعوش في اي حد بيبيع لكم اي حاجه. طب انا اشتريت الجهاز هعمل بيه ايه؟ يعني انت فاهم هتستخدمه ازاي؟ انا اشتريت الجهاز، ولا انت تشتريه له وهو يستخدمه ولما يكسب يديك فلوس؟ هنبقى رجعنا تاني لهوك بول بالظبط. فهل انت واثق فيه؟ يعني ما هو انت هتشتري الجهاز وتحطه عندك، اللي هو اساسا الجهاز دي غير مصرح بيها في مصر، فانت هتشتريه وتحطه عندك مش هتعرف تعمل بيه حاجه. يا اما الراجل هيشتريه لك ويستخدمه هو ولما يكسب يديك فلوسك. طب احول لك، طب احول لك، هل انت واثق في الراجل ده ان هو هيحول لك فلوسك؟ ما برضه نرجع للوعي، ما فيش حاجه اسمها كده. فاي اي اعلان وده حتى اعلانات الرياضه بيقول الناس ما تثقوش فيها، اللي هو يتحول لسيكس عندك 6 باكس في شهر، ويجيب لك راجل 6 باك وعشان بقى يعمل لك 6 باك ده ادفع كورس ثمن الكورس عشان ينزل لك الكورس للتمرين اللي هتعمله دقيقتين في اليوم، يديك 6 باك اللي هتطلع في شهر بدقيقتين في اليوم. يعني ما كانش يعني مش كده. تعالى مرنك اونلاين، مش حاجه اسمها همرنك اونلاين بس عشان نبقى متفقين، يعني ده اي كلام. فحتى ده نصب يعني، ان انا اقول اوهم الناس ان انا لما هشتري الكورس هيحب عنده 6 باكس في شهر، اللي هو ازاي يعني؟ وبعدين 6 باكس ايه؟ احنا بتوع 6 باكس كبر يا عم انبسط. العب رياضه بس خلي بالك، بس موضوع 6 باكس ده عشان بس نبقى فاهمين، يعني هو ملوش علاقه قوي بالتمرين، هو ليه علاقه بالاكل بتاع حضرتك. بالزبط. يعني اي حد فينا انا عندي 6 باكس حلو، لكن لازم تتخلص من الدهون اللي موجوده هنا. صحيح. الدهون اللي هتتخلص منها هنا دي بقى حضرتك مش التمرين. صحيح. انا عايز اشكرك جدا، نورت وشرفت ومبسوط جدا ان احنا كنا زملاء ولا زلنا اصدقاء بقى، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. كل الشكر للمهندس احمد والي، خبير امن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات بواحده من كبريات شركات الاتصالات الكبرى في مصر. دي شركه ليها معزه عندي بصراحه يعني. فخلصت الحلقه لحد كده، وحالا هتلاقي كريم رمزي داخل وهيعلن فوز الزمالك 3-1 على الترجي. مبروك يا زمالك. مبروك الزمالك. وكمان مبروك للأهلي، النتيجة بتاعته 2-1. يلا شدوا حيلكم يا رجالة، حد فينا يتأهل بأي شكل من الأشكال.
ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.